أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. حمو الرحيمي مهنة ديالي هي الطين. الطين. من عام ونا 60 عام وانا كنت في هذه الحرفة. واليوم 16 عام ما بقيت خدمت هذه الحرفة. علاش ما بقاش عندي عليها الصحة وما بقاش عندي باش نطيبها. من جيت يعني كان الجزر كان الكيلوتوس كان الحطب كان كذا ما بقاش نخدم ياك ما بقاش نخدم. ولكن مني علمني نقدم قال لي يا ودي غادي تخدم شي حاجه ديال المناشي ديال الطين فرحنا وسعدنا ما هنا سادات العام اللي جا عندنا ودابا ملي خدمنا البركه رحنا جنة باش يشوفونا الحباب ويشوفونا القريب والبعيد. باقي على هذه الحرفه الاقبال ولا ما بقاش الاقبال؟ لا باقي شي حاجه هذيك التقبيل اللي كان بكري ما بقاش هو هذاك. وشنو السبب؟ والسبب هنا هو ولا ذاك الشيء تاع لامينو ولا ذاك الشيء تاع البريم البلاستيك ولا الكاواتشو وتخلطت الامور قبات على الامور عندنا حنا هنا اللي عندنا حنا اللي باقي.